قبل شوي كنت تتكلم عن نايف هزازي ومقارنة ببقية اللاعبين، الآن الإدارة النصراوية تحسم راتب شهر بعد غيابه. شوف أنا أتمنى أن يكون الانضباط والعقوبة تكون صارمة أكثر من كذا صراحة. أتمنى يكون في شروط موجودة في العقد نفسه، بما أنك تتقاضى مبالغ خيالية ترهق ميزانية النادي، مش بس نايف هزازي، أتكلم عن جميع اللاعبين السعوديين، فيجب أن تكون أنت منضبط انضباطيا خارج الملعب وداخل الملعب، تحافظ على نومك، تحافظ على أكلك، تحافظ على الأشياء الأخرى كاملة، أن تكون أنت بعيد عنها طوال الموسم عشان تحافظ على المنتج المدفوع فيه مبالغ كبيرة جدا، وأن تقدم ما يوازي هذا المبلغ. نايف هزازي مع احترامي له المستويات اللي هو بعيد كليا عن نايف هزازي اللي احنا عرفناه وتغنينا فيه وكنا فعلا نطرب بلعبه. يعني نايف هزازي انا من الناس اللي اتمنى انه يرجع عشان انه احنا قدامنا مرحله حاسمه جدا ومحتاجينه هو وكل لاعب سعودي خلال تمثيلهم للمنتخب السعودي. نعم. غيابه سواء تهديف في المنتخب السعودي وحتى في نادي النصر بعيد كليا، يعني موسمين انت مسجل 10 اهداف مقابل المبلغ المدفوع في عقد نايف هزازي لا يقارن نهائي. انا سويت مقارنه وين اختلفت المواقع الاماكن في اللعب، لكن هات شلهوب يلعب 10 دقائق ولكن يقلب لك النتيجه كامله، يغير وجه الفريق كاملا. هنا يجيك اللاعب المؤثر اللي له دور اللي فعلا يفيد خبرته ومهارته وامكانياته لخدمه هذا الكيان. انا ما سمعت شلهوب طلع في الصحف تذمر قال يا اخي اداره النادي الهلال ما اعطتني راتبي، اداره الهلال ما تلعبني اساسي، انا شلهوب، انا اذا ماني كابتن انا ما اسوي. هذا كان عمره ما قال شلهوب. ليش؟ لانه مركز في الملعب يقدم عطاءات. نعطي مثال على زميله في النادي نفسه اللي هو الراهب، الراهب كلنا شفنا فرحته كان كيف زعلان لانه هو ما يعطى فرصه عشان يمثل نادي النصر، وهو احتياط النصر والهداف الان، مع هذا سجل هدف وبعدين احتج واحتج باسلوب راقي جدا. اللي انا اقصده انت نايف هزازي لو انت تقدم مستويات وتبرهن للناس ولمدربك ولادارتك انه انت لاعب ذا قيمه انه قاعد تفيد الفريق، وزعل زي ما تبغى ما عندك مشكله، لكن انت تزعل وتكسر مايكات وتسوي افلام وتطلع تصرح تصريح ناريه واخر شيء تقول والله انا في اشياء في الخفاء ما اقدر اقولها. ما نبغى اللي في الخفاء، ورنا اللي في الملعب. احنا علينا كجمهور ومراقبين ومتابعين اللي في الملعب، صح ولا لا؟ انا بالنسبه لي ارني في الملعب، ملعب ما في شيء يشفع لك. نايف هزازي المهاجم مش وظيفته تسجيل الاهداف. نعم. نايف هزازي كم مع الهلال لعب ركض ركضتين او ثلاث وشات مايك، ايش غيرها؟ يقول ما عندي احد يسمعني. مو معقول يا اخي، معليش، عمر السومه حتى لو فريقه هو سيء ينتج، ترى هو بطريقه غير مباشره كانه انتقد صناع اللعب في النصر ان ما يصنعون له فرص. انا راهن احنا الثلاثه مع الفريدي، احنا خلينا نلعب مع الفريدي ونشوف شو يسوي. يعني هو وجه اللوم فحتى على صناع اللعب في النصر. ممتاز، خلينا نلعب احنا مع الفريدي ونشوف نسجل اهداف ولا لا. احنا الثلاثه بلياقتنا الحاليه شوف نسجل اهداف ولا لا مع الفريدي. ابو فيصل يمكن يعني احنا بنسوي على هزازي. اي صح ولا لا؟ ابو فيصل مهاجم شرس قدام الفيصل الفريدي نزل 10 دقائق صنع ثلاث اهداف ضيعوها لاعبين النصر، ثلاث اهداف ما احد يتوقع. فريدي يتكلم انت على مهاره مميزه موجوده عندك. طيب سواء كان، يعني انا ما اتكلم كل مباراه بس انه فريدي، يعني انت قاعد ادرك انه صناع اللعب، لكن انت نفسك دائما تسلم نفسك للدفاع. خالد بنسبه كم نايف هزازي اضاف للنصر فنيا؟ صفر. 0%؟ 0%، انا ما شفته نهائي. مباراة واحدة جاب فيها اهداف حسمت المباراة، وغيرها وش جاب؟ وعقده كم قلت لي؟ المعلن 27 28 مليون للشباب، وعقده رواتبه تقريبا 6 و7 مليون في السنة. والنتيجة 0%؟ هذا المعلن، مش المعلن، هذا اللي قاعد يدور في الاعلام، احنا ما طلعنا على العقد، لكن هذا اللي نسمع في الاعلام. اوكي؟ فهذه المبالغ الضخمة لو انت دفعها في فريق كامل كان غطى لك اياها. يعني. صح ولا لا؟ هنا ارهاق الميزانيات، انك انت تجيب لاعبين بمبالغ ضخمه وتحمل ديون للنادي. الان انت نرجع لموضوع المليونين و400 اللي اتمنى فعلا طارق التويجري انه فعلا يفعلها على الانديه. نبغى يا الغوها، وهذه المره ثالثه ورابعه طارق فيها، يا الغوا النقطه هذه يا طبقوها. لا طارق التويجري ولا غيره ما يقدر. تقدر ابو ما يقدر. طيب شيلها، ما يقدر. ليش حاطها؟ طيب انت تضمن وش اللي يصير في الخفاء؟ طيب ليش حاطها؟ تضمن ولا لا؟ ما تضمن. طيب لحظه، ليش حاطها؟ حاطها يمكن كنظام وفق اللوائح. نظام، اي نظام. وبعدين كلنا عارفين انها ما تطبق. انا برا الاستوديو وانا ما ادري وش تسوي. كلنا عارفين ما يطبقها. صحيح. طيب خلينا نسمع راي ابو فيصل حول